حاطين شيء. هم ترى بعض الاشياء ماشي. لا يحسبون القسمان بعد اي كلمه نون. نون. إيه؟ ولا نفس اللي قلت الجنود في الجيزان مثلا اي كلمه. لا ما اقول. لا مو اي كلمه. عادي. او اي لا. ما اقول انا اقول تكفى ترى عادي. طيب ابو سليمان. هذه هو اسمه ابو سليمان. ايش بناديه؟ تقولون كليجه. كليجه. كليجة مو بكليجي كذا ترى ممكن يمططون الكلام ايه. طيب طيب ابو علي نافدعك هاي مو بحقك بالجنوب هذه عنده هذه يبشر بي هذه عنده والله هذه عنده انت ايش مرسى عم يحيى ابراهيم صاعقه مظله انت صح بس نفس طريقه مو اي كلمه تحط ام ام لا تقول ام ترى اي بس مو علي بس انتوا ايش يحيى اكثر ايه زي انتوا اقرب اللهجه صح اقرب ليه هو الجنوب بشكل عام لغه ما حميريه هذا الرسول عليه السلام في احد الحديث قال سؤل ليس من بر ام صيام في سفر هذا حديث صحيح طاح فنجان أيوة. يوم جيت ليس من بر ام صيام في سفر هذا لغه حمير الجنوب بشكل عام القحطانيون العدنانيون بشكل عام فهذه احد الحديث موجوده ليس من بر ام صيام في سفر هذا حديث صلى الله وسلم عليه اللي بحلم اللي بحلم ام علي انت الحلا في هذيك خفيف دوراني عينه جبراسه خفيف في خرجتني والله بس تنوع الهجات ترى امس ذكرت في واحد القى بمسرح قال بعد اخر شيء قال كل عام وانتم بخير تذكرون بدايته وشي برشيد وضغطت هنا يا ايش عادي راحت كل عام وانتم بخير اي اخرها كذا جاب قصيده بعدين باخر القصيده كل عام وانتم بخير كلن يقول كل عام وانتم بخير لا في القصيده لا يا ابني طيب ايش المناسبه كل عام وحنا بوال الصفوف عطنا موقف حق تمر بعدين جيل سير ولو قول يا وطن شعبك على قلب رجل القلوب تعهدت قبل الكفوف سير واللي من انا تعرف ذاك المؤثرات الاسلاميه هذا انا محسوب هم جينا مؤثرات بس هذا يحيى براهيم ايش كذا الذكاء لا صاعقه طيران مظلي بسرعه 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 عبد الله جوه رشيد اعطيته كيف وبعدين كررت علي يا مرجات كررت علي ما يحمد نفسه هذا ميزه عازمهم ذاك اليوم عليش عابد عازمهم عليش انت بادل ما في عزيمه ثانيه ترى عبد الله حبيب ليش لا سمعت ان عبد الله حبيب عزمنا على البطوله وسحب علينا سحب عليه ما عزمك انت بالذات نسيت انه عزم راكان ارسلت الركان قال ما جاني ولا كويس لا اقول يا شباب لحد يمشي ترى ورانا فطور اليوم قلت راكان اسكت اعطيتك 50 اجل انا ماني ساكت ماني ساكت من ايش؟ يا اخي قليل فهم اقول انا ماني ساكت ما انت ساكت 500 ايه لا ما فيها فلوس ما يفهم ميزه سعيد هذا سعيد انا قلت لك بسالك بسأل كان عندك سؤال يتفضل تفضل الو استفسار مين فينا قد احد جرب مهن لا قد ظهر على الشاشه ربي تطلعون في حامض حلو اصواتكم واصله هنا اللي قد ظهر على الشاشه في برامج الواقع شو قد ظهر على برامج الواقع نفس طريقتنا الذواق منو قد له تجربه سابقه او في برامج قد ظهر على التلفزيون لي 5 تجارب ما شاء الله خلصت طيب بالله شوف سعيد كيف كان قبل وأثناء وبعد حدثنا لا وذي الحين أفضل مراحل لا خلي المرحلة الآن على الأسبوع الأول هنا يرتفع الأسبوع يا سلام رقم واحد القناة خلني أمدح أول جيم قفل مقرطص كرتون أول ما جاء في كرتون ما يعرف كيف الحين حطوه بصندوق يقصد تجربتك الأولى وش تغير عليك تجربتك الجديدة وش أضافتك تجربة الأولى كان صوتك ما في برتش كان عدون بالله اطلع برا سعيد سولف انت ما عليك روح التجربه هو يسالني ويطالع هناك ما عليه لا بتروح بس التجربه الاولى اني كنت طالع مساء في مكان مغلق يا رب تغادر هالاسبوع اسجد يا اسمع انا ما اقصد طريقه برنامج ها ضبط لك انت اول ما جيت اي اول ما جيت اول برنامج لي اول ظهور لك على الشاشه اي بقرطاسي
ما في ما اعرف شيء لا رياليتي لا سواليف. ما حد كان يحبك؟ ما ما دخلت في حد ولا حد دخل فيني كذا. لا اتكلم الجمهور ما كان لك قبول صح؟ يعني لا بالعكس كان لي قبول عندي جماهير. انا بناء علي مغزى من السؤال بناء علي طال عمره السلام عفوي يكون بريء. والحين ليش ما صار عندك قبول؟ كيف؟ ذا ايش قاعد يصير ذا؟ يا حبيبي معليش خليني اكمل. تحديد القبول عندك من اي ناحيه؟ ما ادري بس كذا سؤال ممكن يصير سؤال. خليني اكمل يا صح خليني اكمل حبيبي معليش اسلم. ما ادري عندي مغزى من السؤال هذا. طيب انت اسمح لي انت سالت اكثر مني اجاوب. اصبر خليني اجاوب عجل. المذيع لازم يصير صبور. هو لانه قاعد ترى انت شتتني حبل افكاري انقطع ذا قطعه مالك قوه والله العظيم. سالت علي والله ابلك قنبله. انت مسرح محاور انت تصرح مدير المحاورين. عد السؤال ثاني. صار يعرف يتكلم بس من غير يقول وش تغير معك اول عادي يعني جدي قاعدين نوضح كلمه شيء ترى قاعد يرتب افكاره عشان يعرف شيء طبيعي اني اول ما ظهرت على الشاشه انا ولا اي شخص ما تدري تبغى خبره تعرف ايش تطلب الشاشه الجمهور تعرف كل شيء اول ما ظهرت بقرطاسي جاي من احد رفيده وجاي البرنامج ما ادري وتجربة حلوة علمتني أشياء كثير. ممكن أقاطعك بس تفضل. أنا ليش سؤال هذا قلت لك له مغزى لأنه ممكن الأغلب اللي عندنا في ناس عنده تجارب وفي ناس أول مرة فالجمهور لا يقسي على أي شخص جديد أخطأ يقول يا رجل أخطأت وخلاص تنزل منا ترد الخطأ بخطأ حنا هناك أحسن نظم فيه وش قلنا قلنا يا رجال الرجال ما يقصد وكذا هذا السبب هذا اللي السبب هذا جلس معه وقاعد بس تبي الصدق قول له والله نزع عني منزل منه قول له يلا والله براشد منه ورد الخطا بخطا ابى اقول لك شغله ابو راشد قول له يلا تدري شو يعني كلام العقلاني شوي نتكلم بعقلانيه ترى الخطا مو انك تخطي الخطا انك تستمر في الخطا هذا اللي اقصده هذا بوصلك حلو بعدين رجال قدرهم ممكن نوع لو نسبه بسيطه حلو والله صادق كلنا نخطي مجاد يخطي انا اخطي براشد يخطي بس الغلط ايش انك تستمر في الخطا وتمادى فيه والله صح وتقول لي انا والله يا عبد الكريم يا عبد الكريم يا ابو راشد ما محسنين الضم فيه هناك ما اقصدك انت ولا هو بس انا بوصلك يعني سواء انت او هو حلو الاعتذار مش من رجال الامور طيبه والله لا في خاطري على شيء واني امزح معه بس ابغى ارفع ضغطه شوي لكن ما نطوع هذا الزعل ما في شيء يا رجال بس اني ماني بحب الرجال اللي يخطي ويرد الخطا بخطا واعتذاره يجي بارد كذا عنده يمشي ما عليه في الريجين اذا ما عليك في الريجين ترى الريجين معلوم فيك اللي يشوف الريجين جبال والله نمشي مو جبال الامور طيبه الامور طيبه رجال اكبر عين الامور طيبه وحلمي طويل العمر ما لك الا يرضيك انا ذاك تطولها يا شيب عيني شيب انك ما تقول شيء عزيز وغالي الله يرفع قدرك اعطنا عنومك همك ما كتك يا يحيى يا يحيى يا يحيى يا يحيى طاهر راح الزعل اعطنا علومك طلبت كل شيء ابو مجد طلبت ما شاء الله اعطنا علومك حج المبرور ان شاء الله قلت لك قلت شوي يا رب انا مشرف حمله مشرف حجيت لا انت الحجاج فقط ما شاء الله سخرني الله لخدمه الحجاج اجرك ان شاء الله ما حجيت سخرني الله ابو راشد ما خذيت بس انا حجيت اجرك ان شاء الله اجرك ان شاء الله خذيتني معك اجر لامك وابوك يا يحيى والله يا ابن الحلال يا ولد اجر لك ابو راشد فوت الاجر يا يحيى خذيتني يا ولد تعال ابارك يا يا اخي في مشكله في مشكله زحمه يا ابو راشد في مشكله هو السبب صالح يا صالح قلتك ابو راشد كني جالس فصلين جنب بعض عرفت علم عمرك الحين خليك ومجات يا اخي صوت ينبح من اللعبه ينبح من الصياح تصيح على ناس هناك وين جالس عندنا هنا بينبح اكيد انا مديره يا ابو مجات سالت مع ابو راشد مره يلا ما اقولهم علوم مكه كيف طيب ما يا رجال تغير المود عندهم يوم مشخص ولا اي شو جالس حتى اسلم تدري ان اذا طلع هناك الله يكرمك ان ياخذ الجزمه بيدينا عشان لا توصل اي والله صدق والله صح يا اخوي الابيض حساس يا اخوي صح الابيض حساس والله طلع ذويق بسالك ابو مجاد طلع ذويق باللبس علوم كم رحت مكه لين جيت والله الحمد لله باختصار اولا يقول لك باختصار يعني انا ما ودي اطول باختصار رجعت اي باختصار رحت مكه ورجعت اولا خلاص يعني شيء يسرق الصدر والله اي والله اي والله اسلم خدمات لا في في سخر الله عباد في خدمه الحجيج وقبل كل هذا يعني شيء
يا اخو ما ما, ما 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 ينشرح والله ما ينشرح والله والله انك ترى شيء لا اله الا الله سبحان جزاهم الله خير العسكر قايلين بالحجاج كذا اي والله شوف المشرفين والدنيا ايش اللون متطوعين وعسكر اذا ايش اللون مش مقطع اليوم الولد عمره يمكن ما يتعدى 11 سنه اي مرش عليه ماء يرش عليه ماء اي والله يا اخي يعطونه فلوس يقول ما بشي يا جماعه تحسون احس فيه قشعريره والله فخر والله العظيم انا ما اشوفها قسم بالله قسم عشان ما اخوي انا شفت مقاطع احنا نشوف في الواقع والله العظيم يا يحيى اخوي في ابو امجاد يحيى ابو امجاد والله ان اخوي في ناس يصورون اخوي يعصب واحد زي خطره واحد ويرش عليه ماء يا ولد فخر يا ولد تشوف هذا الاعتماد والله العظيم يجيك كشرت بالقلب يا اخوي موقف والله العظيم فاتفرج بالتيك توك الا ذا اخوي هو في حد عمره ما شاء الله في الكعبه ايه لا هو في حد عمره في مكه وعين ما جاء في عيد عشان الحج لا لا هو ذا في المقطع سبحان الله يعصب راس واحد ويرش عليه ماء سبحان الله يا اخي شوف الموقف وتحس بفخر يا اخوي والله العظيم يا اخوي لانك في شعب عظيم والله العظيم انا شفت الحمد لله شفت مقطع انا امس تيك توك والله رجل كبير في السن حلو ماخذ امه وهي مقعد على الكرسي اكبر منه يعني كلهم كبار في السن علي صار نحلله ونقدنا حب حلو